أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. تتواصل عمليات فرز الأصوات في استفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق، وذكرت وسائل إعلام كردية نقلا عن المفوضية العليا للانتخابات أن نسبة الإقبال على التصويت بلغت نحو 76% قبل ساعة من الموعد المحدد لإغلاق مراكز الاقتراع، وكانت المفوضية قد مددت فترة التصويت ساعة إضافية في كل المناطق التي شملها الاستفتاء عدا محافظة كركوك. أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد أجار الله أن موقف دولة الكويت دائما مع العراق الموحد باستقلاله وسيادته وأمنه واستقراره، معربا عن التمنيات بأن يجري استفتاء استقلال إقليم كردستان العراق في إطار الدستور ووحدة العراق وبالتفاهم بين الأشقاء في بغداد وأربيل. وقال جار الله إنه يتمنى ألا يؤثر الاستفتاء على المنطقة. قتل وأصيب 14 فردا من مسلحي الحوثيين والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح في معارك في محافظة تعز بحسب ما أعلنت قوات الجيش الوطني. ونقل موقع الجيش عن مصادر ميدانية قولها إن 6 من أفراد الميليشيا الانقلابية لقوا حتفهم وجرح 8 آخرون في معارك اندلعت بين الجيش الوطني والميليشيا بجبهة الشقب في مديرية صبر شرقي تعز. حركت كوريا الشمالية طائرات وعززت دفاعاتها على الساحل الشرقي بعدما أرسلت الولايات المتحدة قاذفات B-1B إلى شبه الجزيرة الكورية في مطلع الأسبوع. وأفاد تقرير لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية بأن الولايات المتحدة كشفت على ما يبدو مسار رحلة القاذفات عن عمد، لأن كوريا الشمالية لم تكن على علم فيما يبدو. ألقت الشرطة البريطانية القبض على شاب يبلغ من العمر 20 عام في ويلز يشتبه بأنه على علاقة بتفجير مترو لندن هذا الشهر، ما يرفع عدد الموقوفين في هذه القضية إلى 4 أشخاص. وأوقف رجال وحدة مكافحة الإرهاب الشاب قبل الفجر في مدينة كارديف عاصمة ويلز، وتم اقتياده إلى مركز للشرطة في العاصمة لندن لاستجوابه والتحقيق معه. ولم تعلن الشرطة اسم المشتبه به، لكنها قالت إن توقيفه كان بموجب قانون مكافحة الإرهاب. نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على اليوتيوب. ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب، وإن أعجبكم ذلك لا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك.